يا عم، ما هي شروط المشاركة في رحلة الكنز؟ رحلتنا للجميع دون استثناء يا ماهر، فلا يشترط الحصول على درجات عالية أو نجاح سابق في برنامج مواهب أو أن تكون غنياً ولا مشهوراً. صاحب الذكاء اللغوي قدرته عالية في التعامل مع التعليم والقانون والإعلام، وصاحب الذكاء الرقمي رائع في التعامل مع الأرقام والتقنية والتخطيط. أما صاحب الذكاء البيئي فلديه قدرة عالية على التعامل مع الزراعة والحيوانات وحالات الطقس. صاحب الذكاء النفسي لديه القدرة على حل المشكلات والتحفيز والتدريب. وصاحب الذكاء البصري لديه قدرة ممتازة في التصميم والبناء والهندسة. صاحب الذكاء السمعي قوته تكمن في المونتاج والأصوات والأشعار. وصاحب الذكاء الحركي رائع في الميكانيكا والطاقة والرياضة. أما صاحب الذكاء الاجتماعي فقدرته مع فرق العمل عالية جداً، وهو ماهر في التسويق وإدارة المشاريع. ما هي الخريطة المناسبة لي يا ترى؟ تفضل يا سيدي، من خلال هذا الاختبار ستتعرف على خريطتك المناسبة. ماهر يقرأ، يطبق، يسأل، يحاول ليطور موهبته. ماهر يتخرج من المدرسة الثانوية بتفوق. ماهر يعرف الآن التخصص المناسب له في الجامعة. ماهر يمارس، ينفذ، ينجز، يستعد لمشروع مستقبله. ماهر يتخرج من جامعته بتفوق. لقد كانت رحلة ممتعة يا أبنائي للوصول إلى الكنز. ولكن أين الكنز يا أبي؟ هذا هو الكنز يا أبنائي. لكل منا موهبة، بادر باكتشافها واستثمرها، حينها ستجد الكنز الخاص بك. برنامج كنز داخل كل إنسان، برنامج تطوري تفاعلي يهتم بتطوير واستثمار موهبتك. هذا البرنامج يرسم لك مستقبلا مشرقا مليئا بالنجاح والإبداع.